واستحضار كبير تم افتتاح معرض ديارنا العربي في دورته الثانية في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباش. المعرض بتنظمه وزارة التضامن بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهدف أصلاً من المعارض العربية إن احنا نطلع على منتجات مختلفة، على خبرات مختلفة، على التزاوج بين المنتجات العربية والحفاظ على التراث العربي والمصري. يعني في أمام الموضوعات العولمة احنا نختار منها ما نختاره، لكن لا تغزو ثقافتنا وتراثنا اللي بنحافظ عليه وعلى أصالته وعلى أسطواته وحرفيينه. بيضم المعرض منتجات كتير زي العسل والتوابل وزيت الزيتون والبلح والإكسسوارات والعبايات والفخار والسجاجيد، بالإضافة للمنتجات اليدوية. ستات في سيوة في ثقافتهم مش مسموح لهم يطلعوا يشتغلوا برا، فيهم بعض الأرامل أو المطلقات أو عندها أي ظروف خاصة دي بتحتاج شغل، فبالتالي الشغل اليدوي هم مهارة فيهم جداً. ده بدعمهم من خلال ده، انا بوفر لهم الخامات، بوفر لهم الافكار، بديهم الديزاين، وبالتالي هم بيبداوا ينفذوا. بعمل حاجات مشغوله يدوي مستوحاه من التراث السيوي، ملابس مودرن، بستخدم نفس الحاجات اللي هم بيستخدموها في تطريزهم. ممكن القطعه تاخد مثلا 3 شهور او اسبوعين على حسب كميه التطريز اللي في القطعه، اذا كانت قطعه صغيره او قطعه كبيره. مشارك انا دلوقتي في معرض ديارنا العربيه بالتراث السيناوي، ان انا من خلاله بحافظ على التراث، زي العبايات، زي الشيلان، زي المفارش، كل الحاجات دي معموله بتصميمات عصريه، تصميمات تقدر ان هي تناسب كل السيدات في يومها العادي. كمان معانا العطار السيناوي، كل الحاجات دي كلها من ارض الفيروز، زيت الزيتون السيناوي والهريسه الشطه والزعتر السيناوي. منتجاتنا منتجات هيلسي كلها طبيعيه، منتجات المزرعه بتاعتنا حضرتك، احنا منتجات زيت زيتون وعسل نحل، بنعمل كل ما هو زيت زيتون، بنعمل بيه زيتون مهروس، بنعمل جبنه بالزيتون، بنعمل زيت زيتون مصفى، بنعمل زيت زيتون بالاطعمه الاخرى، والعسل النحل بتاعنا بنعمله على بديل حلاوه طحينيه، بنعمل حلاوه اسمها حلاوه العسل اللي هي بديل حلاوه طحينيه. وعندنا منتجات تانية، عندنا طحينه بنعملها من السمسم، زيت السمسم ما فيهاش اي خلطه خالص، وعندنا السمنه البقري، وعندنا السمنه الجاموسي، وعندنا المرته بتاع الزمان اللي كنا بنعملها في بيوتنا. الفن ده فن فرعوني اصله، قدماء المصريين، وبعدين طورناه اللي هو بقى الشفتشي، وبعد كده خرج بره مصر للاوروبيين، عملوا له تقنيات جديده. يعني انا اخدت التقنيات الجديده دي، اضفت الاضافات بتاعتهم وبتاعتنا، وعملت بقى انا شغل جديد بدرب كمان عليه. يعني اغلب الفنون اليدويه او مثلا تقولي كلها موجوده عندنا. هو ما فيش احسن من بلح الوادي، كبلح اللي هو اللي بنقول عليه التمر في رمضان، هو دوت البلح الاساسي اللي بيبقى موجود على اي فطار. وبالنسبه للمعرض ما فيش حاجه وحشه، يعني بصراحه اليوم كله جميل وكله ماشي كويس. المعرض أقيم على مساحة 3000 متر مربع، وشارك فيه 150 عارض من مختلف الدول العربية، منها ليبيا واليمن وسوريا وفلسطين والسعودية. شاركنا في المعرض إن شاء الله بالزي الليبي، كان عند طبعا أكثر من نوع من الزي الليبي. طبعا عندي البدلة الصغيرة اللي هي البدلة اللي هي تلبسها العروسة يوم الحنة، وكان في عندي البدلة الكبيرة اللي هي البدلة اللي يقولوا عليها اللي هي البدلة الفضة بتلبسها العروسة بيوم برضو الحنة، وعندي في اللبس الرجالي اللي هو طبعا البدلة الرجالية. طبعا نحن الجلوة الجلد، وعندي العبروك طبعا، حتى هو طبعا يلتبس حتى هو في يوم الحنة الصغيرة، طبعا تلبسها أخت العروس أو أخت العريس. احنا اليوم مشاركين في المعرض بجناحين، الجناح الأول في معانا اكسسوارات يمنية، في معانا ملابس يمنية من مختلف المحافظات، في معانا من محافظة صنعاء، من محافظة عدن، محافظة إب، المهرة، حضرموت. المنتج بتاعي منتجات طبيعية، عناية بالبشرة والشعر والجسم. هلا هي صابون طبيعي معمول من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيوت نباتية تانية والشموع، تمام، والكريمات والمستحضرات كلها من مواد طبيعية معمولة هوم ميد. المعرض حلو جدا، في اكتر حاجه عجبتني ان هو موجود منتجات من كل الدول. اما بدخل اي مكان بحس ان انا دخلت جوه الاتموسفير بتاع الدوله، حتى الناس لابسين اللبس بتاعه. اشترينا حاجات كتير جدا، وكل حاجات متوفره، كل المنتجات، واكتر بصراحه من انا تخيلته قبل ما اجي. معرض جميل ما شاء الله، منظم، واشتريت حاجات كتير يعني بصراحه.
الناس كمان معاملتها كويسة والحاجات كلها فيه حاجات يدوية كتير كمان شكلها حلوة قوي بصراحة. معرض ديارنا العربي بيستمر اليوم 20 إبريل القادم لإتاحة الفرصة لكل العارضين لعرض منتجاتهم أمام الحضور، وكمان عشان المنتجات دي بيكون لها رواج كبير خلال شهر رمضان الكريم. منى زهدي، NTETC.